غبي قوي. ده انا ما شاء الله موهوب غباء، ما شاء الغباء ده موهبه برضو يعني، مش اي حاجه. يد قطه يالا يالا يالا. قطه ايه دي؟ مش فاهمها انا. يالا قطه يالا. ما دلوقتي بيتقال عليهم قطط ومزز وفيش، بيتقال عليهم كلام بلاوي اليومين دول. يعني قصدي اقول لك ان عمتك دي حلوه ولا شعرفت؟ انا عمري ما شفتها. عمرك ما شفت عمتك؟ ايوه عمري ما شفتها. ده ايه التفكك الاسري ده يا عم؟ يا عم انت بقى لاهلك انت هتناسب وقلت ايه بقى يا اخي؟ خلاص موافق، بس حد فيكم يقول لي هي اسمها ايه؟ هي اسمها ايه يلا؟ هي اسمها ايه؟ انت بتكلم مين؟ اسمها فتافيت السكر هاني. زار فتافيت السكر دي حكايه خطيره ووراها سر كبير. سكر؟ انا هقول لك على السر الخطير يا سكر. شكلك غلطت مع عمته. لا لسه احتمال قريب. ناوي تغلط؟ لا الحكايه وما فيها ان احنا غرقانين في الحب يا سكر. انت وعمته؟ انا وعمته ايه يا غاب انت؟ انا وفريد مع قطتين زي ما انت مسميهم كده، وعازمينهم في الحفله وعايزين نقعد معاهم براحتنا. سكر انا والع سكر. هو انا مشعوط يا سكر؟ وانا مفلس يا اخوانا. اي قرشين وانا اعمل لكم كيس لب لو تحب دلوقتي. لو اديت مهمتك كويس هديك كل اللي انت عايزه. وحياه ليلى عندي. اه يا ليلى. اه يا سلوى. انا الظاهر وقعت من اتنين شباب طايشين وغرقانين في الحب ولا ايه؟ انت اصلك ما تعرفش الحب يا غلبان. ليه ما اعرفش الحب يعني؟ حد قال لك ان انا خنفسه متطلقه ولا ايه؟ ايه ده؟ انت بتحب عادي زينا كده؟ انت ياد جاي المسرحيه تندهش يالا ولا ايه؟ ده فاتح بقه والله من ساعه ما شفته. طب احكي لي انا بقى قصص الحب دي، بحب انا اسمعها انا. طب اقعد رايح اتفضل. بحب اسمع انا قصص الحب دي. اتفضل استريح اتفضل. لينا بقى. يا معلم ده انا لو حكيت لك حكايتي هتستغرب والله. ده انا حكايتي ليها العجب. مرة كنت مشترك في مسابقة من مسابقات التلفزيون اللي هي 0500 واتصل الآن لتربح والكلام ده. المهم كسبت 500 جنيه، قلت أشبرق نفسي بقى، خدت بعضي ورحت طالع على اسكندرية. نزلت على البحر لقيت جماعة قاعدين بيلعبوا قمار، وكانوا صايدين راجل طيب وغلبان اسمه عم صابر. الراجل ده كان معاه بنته، بصراحة كانت أجمل بنت شفتها في حياتي، صورتها مش عايزة تفارق خيالي أبدا. المهم الناس دول قعدوا يلعبوا الراجل ده لغايه ما فلسوه، خلوه على الحديده. البت بقت واقفه مسخسخه مش عارفه تعمل ايه، ابوها بيفرفر. قلت اعمل اي منظر جست قدام البت، رحت مطلع ال 500 جنيه لحيلتي. والراجل اول ما شاف ال 500 جنيه ايه بقى؟ لا مات. مات يا ابن الفقريه. اه والله مات. بقيتش عارف اقول لها ايه، اقول لها انا معجب بيكي ولا اقول لها الباقيه في حياتك. بس من ساعتها وصورتها مش عايزه تفارق خيالي ابدا. شكلك بتحبها بقى؟ امال انا برغي في ايه يا اهبل بقى لي ساعتين دلوقتي؟ يعني انا كان فاضل اعيط وانا بحكي والله العظيم. انت هتشلني؟ انت صعبت عليا قوي يا ده سكر. صعبت عليك قوي. اي قرشين بقى؟ يا اخي كل حاجه فلوس فلوس، خد منه. هات فلوس. دي انت نبيله ماليش دعوه. يا جدعان عيب انتوا هتتعزم. خد منه خد منه. ماشي خلاص هات اي فلوس.